أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. متواصلين معاكم خلال هذا البرنامج، نسعد بتواصلكم معنا بطلباتكم بعرض مجموعة الأهداف، نسعى من خلال البحث عنها في مكتبة التلفزيون من مجموعة من الأهداف المميزة القديمة. وحتى بعض الأحيان البعض يذكرنا أن في حقبة التسعينات أنت يعني ما تحط الأهداف كثير، لكن لا والله في حلقات كثيرة، حتى الحلقة الماضية حطيت أهداف كثيرة من جيل التسعينات. ما ننسى أحد، كل من قدم للكويت شيء الكثير نسعد أن نعرض الله مجموعة من الأهداف. وكما تعرفون هذا البرنامج ما هو محصور على أندية معينة، لا، هذا للجميع، كل نادي نبحث له عن مجموعة من الأهداف. نتحدث عن خليجي 17 في دولة قطر، وكانت من البطولات الناجحة، وكل بطولة تقام في دولة قطر الحبيبة تحقق نجاح. أنا ذاك تسلم تدريب المنتخب المدرب الوطني محمد إبراهيم، ما حققنا المراكز المرجوة في تلك البطولة، لكن أيضا جيل قدم ما لديه في تلك البطولة في خليجي 17، ونجحت الحقيقة. الحضور الجماهيري، المتابعة، الإعلام، وتعرفون يعني في قطر دائما إعلامهم مميز. خلنا نتوقف للقاء جمع الكويت واليمن في خليجي 17، ثم نعود من جديد في الكرة الهداف. لم نشاهد لحد الآن انطلاقات الصبيح في الجهة اليمنى، وهذه كرة عالية في الأمام، بشار عبد الله، بشار عبد الله، كانت الكرة كافية، هذه كافية، وأول كرة خطرة على المرمى اليمني. هدف، هدف يا كويتي الآن في الدقيقة 17، في الدقيقة 17 بيسجل المنتخب الكويتي الوطني عن طريق بشار هدف الأول في هذه البطولة. بشار عبد الله، وهذه الكرة العالية، شوف هياها، لا فهد الفهد في مكان حلو لي التسديد، ولكن شوف العملية التمويه وتغطية على الكرة ولفة من لمسة واحدة. هذه الخبرة، هذه خبرة 116 مباراة دولية. يحاول يستفيد من الكرات المرتدة، كرة اللعب إلى بشار عبد الله، يلعب عرضية إلى المطوع، خلص، هدف الثاني للمطوع. المطوع يعبر بهذه الكرة من معاذ عبد الخالق حارس المرمى المنتخب اليمني إلى دور نصف النهائي، وإلى تصدر هذه المجموعة بالهدف اللي أتى عن طريق بدر المطوع في دقيقة 40 من عمر شوط المباراة الثاني. حلوة التمريرة. إذن منتخب الكويت يلاقي منتخب قطر البحرين، وهذه كرة ملعوبة، خلص خلص خلص، جول، جول الثالث في الوقت بدل ضايع حقيقة لبشار عبد الله، لبشار عبد الله يسجل الهدف الثالث الآن، ثلاثة للأزرق ولا شيء للمنتخب اليمني، ثلاثة الآن لتتعادل نتيجة نتيجة الفريق بين المنتخب الكويت واليمن وبين المنتخب البحرين والسعودية، السعودية الذي خسر ذاك اللقاء لحد الآن بثلاثة أهداف لا شيء لمصلحة البحرين. وهنا بشار يسجل الهدف الثاني له في هذه المباراة والثالث لمنتخب الكويت الوطني، ليعود بشار كما كان بشار في 96 عندما تألق مع ما شاء الله، الآن يتألق مع محمد إبراهيم في كأس الخليج السابع. نعود أحبتنا من جديد في الكرة أهداف. في هناك نتائج ثقيلة يقولون، أو نتائج كبيرة جدا تحققها المنتخبات على بعضها البعض، يعني على سبيل المثال حتى ما نكون يعني ما نعطي الفرق الأخرى حقها، على سبيل المثال عمان فاز علينا في آخر بطولة في السعودية 5-0 ويستحقون، وأيضا لعبنا أمام منتخبات وفزنا على بعض المنتخبات بنتائج عالية. لعبنا أمام منتخب الإمارات في دورة الألعاب الأسيوية في تلك المرحلة، وكان المدرب ميلان ما شاء الله مدرب منتخب الكويت. إذا حكينا على 5-0 أمام منتخب عمان اللي فازوا علينا، وأيضا منتخب الإمارات فاز علينا أكثر مرة، لدرجة أن منتخب الإمارات فاز علينا في سنة واحدة 3 مرات، فاز علينا بخليجي 13، ثم لعبنا معهم في كأس آسيا في نفس السنة في المباراة الأولى فازوا علينا، ثم الثالثة، طبيعي لكل فريق مجتهده، ولكن في تلك البطولة فاز منتخب الكويت مع جيل جديد على منتخب الإمارات بـ5 أهداف. نشوفه.
الحين داخلين على دقيقة 6 عزيزي، دقيقة 6 من شوط المباراة الأول، وهذه كرة ملعوبة ويشوت الله جول جول هاني 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 صقر حقك من حقك من حقك هاني صقر ما خلاني أكمل أبدا شماله شماله داخل المرمى شوف 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 شماله شوف شماله جول لمنتخب الكويت جول لمنتخب الكويت على يسار جمعة راشد على يسار جمعة راشد الفريقين ما قدروا يوصلون لهز الشبك الآخر تلعب بدر حجي انقلها بريش مرغولة داخل 18 حاط الله 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 ارقص الرقصة ها غيرها 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 اليوم هذا سمعني 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 فرج لهيب رقصة العرضة يا ولد يا ولد جول في دقيقة ما خلونا اكمل 36 يعني نص ساعة وقوف عن تسجيل الاهداف وشوف اللعبة وشوف فرج لهيب بالراس عثمان كرة عالية تتهيأ وجاسم الهويدي جاسم الهويدي جول جول يا يا ولد يا جاسم يا هويدي الهدف الثالث الهدف الثالث لجاسم الهويدي الهدف الثالث لجاسم الهويدي صاحب 6 اهداف صاحب 6 اهداف مع الهدف هذا وفرج لهيب صاحب 7 اهداف يعني شيء رائع شيء جميل لهجوم منتخب الكويت نجم من نجوم منتخب الشباب يلعبها على طول ناحيه ناصر العثمان ناصر العثمان يلعبها هناك تحط الجول تحط الجول تحط الجول جول 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 جاسم الهويدي جول جاسم الهويدي في الدقيقه 37 في الدقيقة 37 جاسم الهويدي ويرفع رصيده إلى 7 أهداف شوف لما لعبت وعدت من الحارس والمدافع هو اللي رجعها في المدافع هو اللي رجعها أمام هجوم منتخب الكويت الضارب والمتألق وهذه كرة سريعة لمنتخب الكويت جاسم الهويدي 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 هاتريك أيوه عطنا 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 هذه كأنك حمامة طايرة تبي حمامة طايرة ولا تعمل ايدك القبضة العيد لا على راحتك الآن شوف 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 الهويدي هاتريك 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 الهويدي في هذه المباراة ويرفع رصيده لثمن أهداف ثمن أهداف جاسم الهويدي شوف شماله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد نعود حبتنا من جديد في الكرة أهداف لقاءات الكويت وإيران على مر سنوات طويلة كانت منافسة قوية ومرحلة السبعينات سيطر منتخب إيران على البطولات الأسيوية كان هو المتسيد جيل كان قوي ذاك الوقت من اللاعبين طبعا أفضل منتخب الإيران الحالي ولكن كان جيل مميز كان نجومية كان فريق مطبيعي تراجع مستوى المنتخب الإيراني خلال السنوات الأخيرة طبعا شارك منتخب إيران في اعتزال اللاعب المميز الخلوق عبد العزيز الهاجري في تلك المباراة التي قمت في الكويت طبعا وسجل 3 لاعبين مميزين 3 أهداف فاز منتخب الكويت ماني قايل من اللي سجل لكن خلينا نشوفهم بعض بشار عبد الله يلعبها رمية التماس إلى عصام سكين وعصام لبدر حجي شوط بدايته سريعة من الفريقين الشوط الثاني وفرج شوط جول فرج لهيب يفتتح أهداف منتخبنا الوطني فرج فرج ضيع فرصتين وسجل هدف جميل من أمام دفاع المنتخب الإيراني في الدقيقة 8 من زمن الشوط الثاني فرج شوف هذا بدر حجي حول له كرة لهاني وهيئها هاني لفرج حصل له فرصة من أمام قبل الهدف الثاني لكن كان تسلل دوره من اول بشار عبد الله بشار حاول جول وبشار يعوض الهدف وبشار يعوض الهدف اللي احتسب تسلل بعد مرور دقيقه وبشار يسجل في الدقيقه 11 الهدف الثاني لمنتخب الكويت شوف شوف بلعبه سريعه من بشار ما تاخر فيها امام حارس المرمى كورنر
لصالح منتخب الكويت. فرج لهيب يلعب الضربة الركنية وكلام هدف أيضا ثالث لجمال مبارك. جمال جمال يسجل الهدف الثالث من الضربة الركنية اللي رفعها فرج لهيب. وجمال مبارك المدافع المتقدم يحط له هدف ثالث لمنتخب الكويت. شوف شوف هذه كرة فرج الركنية وهو أيضا هو ماشي جمال مبارك. نعود حبتنا من جديد في الكرة أهداف. نحن وكوريا دائما مباريات قوية سواء الشمالية أو الجنوبية. من سنين طويلة من يوم فزنا عليهم في كأس أمم آسيا كانت المباريات قوية. منتخب الكويت في الحقبة الجديدة مثل ما نقول التسعينات كان مع لاعبين هدافين على مستوى عالي. جاسم الهويدي هداف في عمق منطقة الجزاء، لاعب عجيب، ومعاه بشار عبد الله لاعب يحسن التعامل في منطقة الجزاء. أي كرة توصل للاثنين تحط 99% جول. تبون تشوفون شنو سووا في كوريا؟ نشوف. فاول لمنتخبنا الوطني الشوط الثاني وتلعب الله جول يا هادي جول لمنتخبنا الوطني جاسم الهوادي جاسم الهوادي وهذا حارس المرمى الكوري يا جاسم يا جاسم يا جاسم شوف 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 البطيء تبدأ تتابعها جاسم متابعة حلوة الله أكبر الله أكبر حلوة حلوة يا جاسم حلوة الله أكبر جول في الدقيقة 14 تسديدة حلوة ومتابعة أحلى من جاسم الهويدي يسجل أول أهداف المنتخب خالد داود تلعب هجمة مرتدة حصلها عبد الله وبران عبد الله وبران هاني لبشار بشار بشار بشرنا يا بشار الشيخ احمد الفهد الشيخ احمد الفهد والهدف الثاني يا بشار الهدف الثاني كان متعطش للهدف بشار شوف 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 عرض مشرف وهدفين حلوين لوادي وبشار شوف شوف بين اثنين من الدفاع الكوري وحارس المرمى ويحط بشار. نعود حبتنا من جديد في الكرة أهداف. في نهائي كأس الأمير في التسعينات أنا قاعد أحكي وصل فريق التضامن والعربي. التضامن في ذاك الوقت يملك جيل حلو جيل مميز الحقيقة حقق نتائج ما هو التضامن خلال السنوات الأخيرة غير شيء كثير. في بعض اللاعبين يصير عنده نوع من التحدي. القصة هذه المباراة لها حشوة. محمد ديلم صار له خطأ سجل منه لاعبين التضامن هدف حملوه المسؤولية حاسة بقلبه بيعوض ويتحمل مسؤوليته وإنهاء كأس الأمير. محمد ديلم هو اللي جاب الكأس للعربي وسجل هدف الفوز وحقق العربي الكأس في روح التحدي بالنسبة للاعب حس انه غلط في الهدف اللي سجله او اللي تحمله في هدف في مرمى التضامن. نشوف يا ابو احمد فاول للعربي فاول من مسافه واحمد موسى قويه بالجول قويه بالجول مو معقوله من هذه المسافه صاروخيه احمد موسى يقول الاسرع هديه للاسرع عسى الله يردهم سالمين حلوه الحركه منك يا احمد موسى ايضا للاسرع من أحمد موسى هدف الأسير هذا الهدف هدف الأسير كرة حلوة من أحمد موسى من كرة ثابتة من هذه المسافة البعيدة يعني صاروخية نسميه هذا الهدف هدف الأسير آخر فرصة للتضامن بتسجيل التعادل 48 الآن بالفرصة الأخيرة وتنحط الفرصة الأخيرة هادي ضحوي هادي ضحوي مو معقولة في الدقيقة 48 بالضبط الدقيقة 48 مو معقولة وثلاث ثواني
48 وثلاث ثواني يستطيع هادي ضحوي أن يؤجل اللقاء إلى الإضافي الأول. إلى الإضافي الأول هادي ضحوي. هادي ضحوي شوف محمد شليمي اللي رفعها وأخطأ محمد أديلم ما غطى. شوف محمد أديلم تركها وهني تركوها مدافعين العربي وحارس المرمى يتفرجون على الكرة. وزير الخارجية ومنصور إياندو فاول ملعوبة داخل منطقة 18. محمد أديلم يلعبها على طول. الذهبي الذهبي أديلم الذهبي أديلم أديلم صوى اللي عليه وصالح جماهيره بهدف أديلم بعد ما كان خطأ أديلم مع أحمد جاسم اللي أنقذ مرمى. محمد أديلم يسجل في الدقيقة العشرة. في الدقيقة عشرة محمد أديلم يسجل هدف الذهبي في مرمى التضامن ويقتل آمال التضامن. ومبروك للعربي وألف مبروك على هذا الفوز وحصوله على كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمرة الثانية عشر. 12 مرة طال. شوف طبعا متحسفين لاعبين التضامن. أحبتنا طبعا وصلنا الآن لفقرة ضيفي في هذه الحلقة من اللاعبين المميزين خلال حقبة منتصف الثمانينات بداية التسعينات. لاعب كان ينقال له بدل المرايفع الحقيقة من المهاجمين من المدافعين الجيدين وأيضا كان عنده أهداف مجموعة من الأهداف الجميلة راح نعرضها لكم ولكن بعد الفاصل. نعود حبتنا من جديد في الكرة أهداف وضيفي في حلقة اليوم كما أسفت قبل الفاصل بدل المريفع من اللاعبين المدافعين المميزين الذين تألقوا مع نادي اليرموك مع المنتخب الوطني في تلك الحقبة اللي كان صعب أن لاعبي من نادي صغير ويكون مع المنتخب الوطني. للمعلومة بدر المريفع كان مع أحد لاعبين المنتخب في دورة كأس الخليج العاشرة التي قيمت في الكويت وحصل المنتخب على البطولة. ربما الأسماء تقيب عن كثير من الجيل الحالي من المتابعين ولكن أحرص من خلال هذا البرنامج الكرة أهداف أن أظهر اللاعبين اللي تألقوا ربما يكون قائبين على الأضواء ولكن أيضا لاعبين مميزين وكان بدر المريفع أحد هؤلاء. حياك الله أبو حمد. حياك الله أبو نصار الله يسلمك ومشكور على الاستضافة وسعدت بلقائك. حياك الله. الله يسلمك. نتكلم بدر المريفع أنت متابع الآن لفريق نادي اليرموك تشوف مبارياته ولا قليل؟ قلة بعد أقل من القليل يعني. قليل. ليش ابتعدوا؟ أغلب اللاعبين اللي سألتهم ما يتابعون كثير. أبو نصار يعني احنا مفروض نتقرب للنادي هذا يعني اكثر الناس تقول ان مفروض نتقرب للنادي لكن انا عندي من الربع اللي تقربوا من النادي واستبعدوا من النادي يعني ماكو انت قطعت علاقتك؟ انا ما قطعت علاقتي انا للحين قلبي يحن على النادي زين لكن ابي من يقول لي يعني الو حياك ورحت انا قبل فتره زين وصلت النادي وقعدت تمرنت ويا اللاعبين الله يذكره بالخير المدرب كنيت مو كنيتو كان عندنا مدرب صربي زين قبل فتره يعني كم سنه واستدعانا ودق علي خلى الله يذكره بالخير مبارك النمش كان لعب دق علي وهذا ورحت له وحضني يعني مثل ولده وقال لي ابيك وياي بس تعال كذي يعني حافز للاعبين ودش وتقسيمه وتمرن وقعدت يمكن شهر ونص وياهم زين. قال لي تقدر تلعب قال لي انا اشوف ان انت تقدر تلعب ليش من المستوى صحيح وتحدى اللاعبين يبنى القدامى البارين اللاعبين اللي كانوا موجودين وقلبناهم 5-1 انا وحميد مال الله وفواز العنزي وبسام وسند مجموعه ايوب ما ادري قلبناهم 5 زعلوا اللاعبين اليدد زعلوا قال لهم قلت لكم انا ترى اللعب فكر مو ما استدعون النادي بدل مريفة اللي عرف انه لا زالت الشغله فيكم ايض حلوه التغارب لازلتوا مع جيل القديم ربعكم تلتقون وتشوفون بعض اي أيوة والله انا يعني يلتقون عندك ولا اماكن مختلفه لا انا كل اثنين يلتقون عندي وعقبها التقينا عند سليم جزاه الله خير سليم عبد الله اي نعم سليم وجمعنا كلنا يعني مع السيد جواد خلف وعبد اللطيف رشدان ودكتور فريد يعني مجموعه ايش اذكر لك يعني فوق ال 50 ل 60 شخص ولازلنا على تواصل في التواصل الاجتماعي حلو والله وانت واعد مرات احنا وناصر بلوشي و
ومجموعة من اللاعبين نقعد بحد المجمعات ونتريق ولا يعني نلتقي ودوم ويا بعض يعني. حلو. عارف انك راعي بحر؟ اي والله ابو نصار يعني احس اني بالبحر يعني انفس عن نفسي بالبحر. هي يمكن حتى تلعب ومن قبل لا العب؟ قبل ما تلعب انا قبل لا العب على فكره ترى 3 سنين بنادي القادسيه سباحه مع المدرب الله يذكره بالخير حامد الهدهود و... لعبت سباحه وكنت انافس سلطان العتيبي. لا كنت اطوف سلطان العتيبي. اوه اي والله. بس انه جزاه الله خير واحد من ربع سند الحملي ايه هو اللي سحبني لنادي اليرموك ورحت اليرموك ورحت اليرموك كذي عشقت البحر. لا انا من قبل طبعا احنا من السبعينات بالشاليهات والخيران يعني ويا اليد والوالد وهذا ايه العائله كلها بحريه كل بحر البحر مفروض مو المراه في السي فود. الحمد لله. انت يعني كنت انت وانت صغير كنت غتساوي غتساوي ايه وللاسف يعني مو للاسف مالي نصيب إيه؟ كنت بسجل غدا ما كان في تسجيل قالوا لي بعد شهر مشت. قال لي ابوي الله يرحمه قال لي روح السباحه ولا هذا روح غدا الغدا. رحت السباحه وحسيت اني قرش بالسباحه. السباحه زينه يعني تطور كتاسيسي وايد فادتني كلاعب. انا اقصد لك قبل ما كنت سباح ثم تجلس لاعب فادتك هذه؟ لا كتكنيك وهذا لا بس كجسم كجسم انا اقصد بدنيا بدنيا الحكي وايد فادتني وايد فادت يعني لليوم الحمد لله انا اللهم لك الحمد اي يعني محافظ على الله يمن عليك الصحه والعافيه وياك ان شاء الله. انت حكى فتره تالق الفريق نادي اليرموك شنو اسباب تالقه في تلك المرحله؟ ليش كان اليرموك كان مميز؟ اليرموك ميزته انه كانوا اسره واحده وكنا اللاعبين احنا جينا من ديوانيه واحده طبعا بالاضافه الى اللي كانوا اقدم منا هذا اللي خلانا على قلب واحد يعني كنا بالملعب ترى الحماس ياخذك حتى تغلط وكلمه مو كلمه طبعا بذيه لكن كلمه حماسيه بالرغم أيوة تطلع منك بعض الحكي اي يعني تعطي الروح. ديوانيتنا بالنادي نتمرن بالنادي نطلع ديوانيه عندي ولا عند واحد من ربع الله يذكره بالخير ابو مشعل يعني كان بايمن الله يذكره بالخير ما يضيع إيه بس منو عشان المشاهد يعرف مجبل حميد مشرفنا كان هو يا عبد العزيز جوهر مدرب اليد ما يتوه ويانا اين الديوانيه اللي يبي يلقى بالديوانيه يعني هذا سر الالفه اللي كانت هذا اللي ميزنا يعني. نعم احبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود من جديد مع الكابتن بدل المريفع لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني السابق في الكره اهداف. ابقوا معنا. هجمه لصالح اليرموك بدر مريفع لعب له كره وحاول تقدم وخطره لا جول جول فعلا جول واحلى وحلوه حلوه 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 المباشره كلها اللي بدر مريفع لعب اليرموك تلعب وصدورها للنصر ترجع مره ثانيه الى اليرموك الى بدر بدر راح يرفع وقرب عند رايت الكورنر وراح يرفعها راح لاحظ راح يرفع ويلعبها بدل بره جول 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 جول, جول. قول يا بدر مرافع قول يا بدر مرافع كرة حلوة بدر مرافع بيجنح جهة الكورنر وكأنه بيرفعها بيلعبها أرضية وحاس مرمى بيكملها بداخلها بالقول لاحظ 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 بدر مرافع شوف عنده هيت الكورنر لاحظ 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 الشاشة شوف 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 نود حبتنا من جديد في برنامجكم الكرة هداوة الحديث مع الكابتن بدر مريفع لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني السابق. تفضل كابتن تحكي على الجولين اللي سجلتهم. والله الجولين قلت النصر اعتقد مساعد الحميدي كان مساعد الحميدي إيه نعم. الله يذكره بالخير نعم واللاعبين كلهم والجيل النصر الجولين ما ادري انا شني تخصص عن النصر. سبحان الله والله شوف هو ما هي شيء من فراغ مثل ما قلنا بالبداية الألفة والتجانس قام يعني بسام عارف شنو أنا أبي وأنا عارف بسام شنو يبي ولا سليم ولا عماد البحر ولا حميد مال الله ترى كثر التقسيمات وكثر هذا صار الواحد قام يفهم صاحبه شنو يبي والجول الأول اللي من حميد لبسام اللي نزلها بسام عارف إن أنا من توصل الكرة أنا على طول عنده يعني
عاد تفاهمنا فيها ولي اكثر من هدف نفس هذا ويا بسام. والجول اللي صوب الكورنر انا شفت الحارس الله يذكره بالخير كنا اخذ خطوه لبرا توقع اني برفعها وصارت يعني لحظه خلاص انا اخذ قرار يعني واخذت القرار اني اشوتها وتوفقت. بس انت كان عندك بدر المريفع النزعه الهجوميه اللي موجوده معك كلاعب، كنت تحب تتقدم لقدام، كان عندك ثقه انك تسدد وايد. انا لا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا احس ان ريلي كانت وايد زينه يعني بالتسديد، وكان مطلوب مني اني انا اهجم والنص هو اللي لدش بدر انت تغطي مثلا مال الله ولا سليم واحد يسكر. يعني كل لاعب فيه ميزه، انا احس ان انا الناحيه الهجوميه وايد احسن من افضل من في لاعبين الناحيه الهجوميه اقوى من الدفاعيه مدافعين تصير ايه وايد وايد اغلب اللاعبين وايد ايه وتغير الخطه عليهم يعني يلعبون 3-5-2 الباكات داش. عدنان شعيبي كان وايد بنادينا يعني وايد لاعبين كانوا على مستوى الهجوم وافضل من على سبيل المثال حمود الفليطح كان بالهجوم افضل من المدافع، ما هو تقليل من اللاعب ولكن في شيء اقوى من شيء. حمود الفليطح كانت ميزته الكروس صحيح، وكان عنده ناس بالهجوم معتازه الكروس الصح ولاعب مميز يعني مضاري ونعم فيه نعم. ايضا وجودك مع المنتخب الوطني في خليجي 10 كان نقطه مهمه، يعني اسمك تدون، صدق ما لعبت كلاعب اساسي ولكن اسمك تدون، انك كنت احد اللاعبين في تلك المرحله. انا حكي في تلك المرحله صعب ان لاعبين بوجود هالانديه الكبيره ان يوصل لاعب من نادي صغير ويلعب يكون مع المنتخب. بنصار انا تشرفت يعني بهذا الدور، انا المفروض اني كنت العب اساسي لكن صار خلاف مع المدرب في اثناء التدريبات يعني المباريات التجريبيه والتقسيمه. كان مركز عليك وايد، كان وايد يبيني انا العب ويبي ادي نفس يعني كل ما يقول لي لويس فيليب كان يقول لي مثل ما تلعب بالنادي لعبني. بس ما كان في تعاون مثل ما كان في تعاون بالنادي يعني انا الناس ما تفضلت اني انا الناحيه الهجوميه انا وايد متميز يعني. وكنا نلعب 3-5-2 والخطه والطريقه كلها متاحه لي اني العب اساسي. كان الاغلبيه من نادي القادسيه اذكرهم بالخير، وكان مدرب جاي من القادسيه بعد، كان اللعب الجهه من صوبي معدومه يعني كنت في وايد اقدر انا ادش، لكن اللعب كان على الله يذكره بالخير مؤيد الحداد، حمد الصالح، كل الكرات الطويله ما كانت تلعب لي يعني. وانا صراحه نرفزت يعني يعني فسخت السديري لانه خلاص اكثر من 7-8 مرات انا ادش ما يصير قاعد اتعب يعني وما تلعب لي الكره قعدت مع المدرب حكيته؟ والله قطيت السديري ومسكني كان الرشدان والمدرب ما تبي تلعب؟ شرحت له قلت له ما يصير، قال ما يخالف انطرت. عقبها قضبني المقير. الفوز في البطوله شك ايضا بعيد عن كل شيء، لكن الفوز ايضا تسجل اسمك ضمن المجموعه اللي لعبت الحمد لله ونعم المجموعه كلها. كان محبوب جمعه الله يذكره بالخير يعني من الناس اللي يعني يهدي فيني قدوه يعني صراحه، ولا قصورا بالباجي يعني نيت عادل عباس وناصر الغانم مجموعة. بس حلو انك جيت مع هالمجموعه هذه. اوف تشرفت تشرفت والله العظيم، يعني انا ما توقعت انه يعني اني اوصل ويا هاللاعبين لا والقاهم بالبساطه هذه يعني وايد سهلين وايد بسيطين وايد حياك تعال تدري بالغرف وهذا المسند الخليفي ما شاء الله عده انت تذكر بنصار شنو كانوا وكان الوفد وكان الفه فيها الشيخ احمد النواف الشيخ طلال خالد كنا أسرة واحدة يعني الحمد لله. أحبتنا فاصل ثم نعود من جديد مع الكابتن بدر المريفع لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني السابق وهو معنا في الكرة الأرض. حلو شو عاد البطيء هذا العازم هذا العازم يرجعها بدل ما يعيش شو بعدين بعيد جاي بعيد من خلال منطقة منتج ولا بقول ولا 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 قول يا سلام يا سلام بحلو لعبها كرة حلوة بدل مريفة
بدر مريفع من خارج منطقة 18 يسجل هدف حلو جدا. هذا بدر مريفع هذا العازمي والمريفع بحطه قوية وبيسجل. في مسابقة كأس حضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى لهذا الموسم موسم 88-89 وشايف بدر مريفع راح يشوت وبدر كرة الله نود حبيتنا من جديد في الكرة أهداف وتكملت الحوار في الجزء الأخير مع الكابتن بدل مريفع لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني السابق. هدفك القادسية من الأهداف أعتقد جميلة جدا. أي والله أعتز. وأيضا كانت منافسة مبارياتكم أمام القادسية كان ديربي صج. قصة تنافسكم مع القادسية. أنا حكي الهدف أول شيء اللي سجلته. طبعا الهدف ماكو شيء من فراغ. أنا أتدرب وايد عقب التمرين على الفاولات وعلى شان. والله وفقني وكنا نبي القادسية التركيز يصير 1000% ويا القادسية ومحتاجين احنا لان هذا قبل النهائي قبل النهائي لان نوصل النهائي ويعتبر انجاز لنا وتاريخ يعني تسجل لان احنا قبلها تونا صاعدين من الدوري الدرجة الاولى اللي لعبنا التضامن في الصالة ونفس الشيء قولت فاول وصعدنا وكنا نبي هذه المباراة نبي نثبت ان احنا مو مال درجة اولى احنا دوري يعني اللي فوق الثمان فرق نعم وهذا اللي قلت لك الهدف انا اعتز فيه لكن ظلمنا والله بالمباراه شنو قصه الظلمت حكيت انا هذا المباراه تحديدا ظلمنا الله يذكره بالخير الحكم جواد عاشور جواد عاشور ما يتعاطى في القادسيه جواد عاشور نار وشرار والله يعني ما تقدر تسولف وياه يعني والنعم فيه والله حكم واحد يعني يفتخر فيه يعني كحكم لكن المباراة هذه ظلمنا ان لنا بلنتي على ناصر بنيان اللي كلنا وقفنا هذا كتبوها الصحافه ذاك واثبات ان ظلمنا ترى ما بعد المباراة اعطونا معسكر الله يرحمه الشهيد فهد الاحمد اعطانا بطوله باسكندريه قال هذه بحق نادي اليرموك هي كانت المنتخب الاولمبي ورحنا شاركنا بهذا تعويض البطوله بس كان الله يذكره بالخير يعني المباراة صافطينها حق الملك يستاهل يستاهل الدوري الكويتي في تلك المرحلة كان في تنافس كبير ولكن في تلك المرحلة كان هل وجود أكثر من فريق ينافس هذا كان من صالح الدوري هذا خلال المستوى يرتقي أكثر وايد الفحي كان ينافس الأندية كلها كان ليش الأندية كلها كان فيها على الأقل اثنين أو ثلاثة مميزين والأثبات إنه شوف المنتخب قبل تلقى من الشباب يعني جابر نصار جابر زنكي عفوا عبد العزيز الهاجري من فيحيل نعيم وفتحي ونخبه من التضامن اليرموك كنا يعني اقل شيء اثنين انا جمعان بسام مشيمي لازم ابراهيم علي الجهره ما شاء الله كل الانديه الحين بالوقت الحالي لا شوف قبل شوف يصير شلون تنافس الدوري ما تعرف من اللي بيصعد من اللي بيطيح من اللي بيغلب حضور جماهيري الأندية يعني احنا نلعب ويا القادسية مليان نلعب ويا العربي مليان قلت لي في مساء في موقف قدامي بينك وبين سمير سعيد رحمة الله عليه شنو كان الموقف الله يرحمه يا أخي هذا الرجل ما أقدر أقول شيء عنه الله يرحمه غمد روح الجنة إن شاء الله كنا تدري قبل المباراة نسخن حذر المدرجات تسخين وسترتشات على أساس ننزل عاد وانا نسلم بيننا شفرة كان يقول لي كان يقول لي قال بينكم لا تسخنون لا قلت له تصدق سمير كني بقول عليك والله احساس وسبحان الله وفقني وقولت عليه وعايته والله يقول قال لي انت ساحر قلت له لا والله توفقنا والله هذا كون دافع حق اللاعب بعد والله من احلى الاهداف يعني وسمير ترى من من افضل حراس الكويت ولا الدول الخليج هذا الجول على سمير سعيد صراحه وجول صعب جول صعب يعني الفكر شويه توفقت انا توفقت الحمد لله
انتهيت. شنو الاهداف الجميله اللي ما تنساها بدر مرافع؟ كنا برنامج الكره اهداف على المستوى المحلي لغيرك، شنو الاهداف اللي تعتبرها من اجمل الاهداف شاهدتها؟ والله هدف محمد جاسم على العربي في نهائي كاس الامير، من مسافه صراحه بعيده، يعني ما حد توقع ان محمد جاسم تطلع منها الكره هذه. هذا احلى هدف انا شفته. وطبعا الاجيال القادمه اللي بتسولف، العنبري المخلص يعني جاسم يعقوب، الدخيل، وايد اقوى، البلوشي وايد اقوى، وايد والله صراحه وايد حلوه. نعم بدر المريف، انا كنت سعيد ان تكون ضيفي في الكره اهداف، في كلمه اخيره. انا تشرفت ما بديت، تشرفت اني انا التقيت وياك، واشكر الطاقم كله الموجود، وفرصه سعيده ونلتقي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لك كابتن. مشكور يا كابتن. كان حديثي مع الكابتن بدر المريفع، لاعب نادي اليرموك والمنتخب الوطني السابق. لا تروحون بعيد، في اهداف خاشه لكم، ولكن بعد الفاصل. نعود حبيتنا من جديد في الكره اهداف بعد حديثي مع الكابتن بدر المريفع. في بطولة كأس العرب التي أقيمت في دولة قطر 1998، لعب الكويت وسوريا، وكان أيضا المدرب هذه البطولة كانت إعداد إلى المنتخب في خليجي 14، يعني خلصوا البطولة واتجهوا إلى مملكة البحرين للمشاركة في تلك البطولة، فازوا كما تعرفون. قدم المنتخب عروض حقيقة مميزة، ورغم أن البطولة أقيمت في أجواء رطبة في تلك المرحلة، تعرفون الحرارة عالية تكون في الخليج خلال تحديدا شهرين 7 و8، وكانت البطولة في هالمحاري. لعبوا أمام منتخب سوريا، بس لعيبة تحطهم على الجرح يبرة. راح تعرفون كم فزنا على منتخب سوريا في بطولة كأس العرب في قطر. بعض الأحيان يقول لا تحرق علينا من اللي سجل الجول، ما راح أحكي عنه. شوف لك جول. بشار عبد الله، كرة سريعة ومعها أيضا عبد القادر الرفاعي، يحاول بشار والرفاعي وتطلع، ما زالت أيضا ما طلعت، حصلها مرة ثانية توصل الهويدي، جول جاسم الهويدي، جاسم الهويدي يفتتح أول أهداف منتخب الكويت من بشار، يستلمها من أمام عبد القادر الرفاعي ويمر فيها من شوف تابع معاي في البطيء، هذا بشار تمريرة سليمة أمام دفاع سوريا المفتوح. بدل حجي يلعبها على الفوز لبشار، بشار عبد الله، بشار سعيد وجول جول 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 جول، الثاني لبشار، الثاني لبشار صنع هدف وسجل هدف، الهدف الثاني سجل بشار عبد الله في دقيقة 21، منتخب الكويت يتقدم عن طريق بشار عبد الله بهدف ثاني، وصنع بشار أيضا الهدف الأول اللي سجله الهويدي من تمريرة عرضية، وتابع أيضا بشار في كرة حلوة، شوف ارتدت من حارس المرمى سالم بيطار، تابعها بشار أيضا في مجموعة، وسجل بشار الهدف الثاني عن طريق الكويت الوطني في الدقيقة 21. بدر حجي، بشار محمد الصالح، صالح يحصلها كرة يلعبها جول جول جول، حمد الصالح اللي شارك أيضا بدر الهويدي يضيف الهدف الثالث لمنتخب الكويت الوطني، حمد الصالح يضيف أيضا المهاجم الثالث والهدف الثالث من حمد الصالح لمنتخب الكويت الوطني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، 3 أهداف حلوين من المهاجمين الحلوين الهويدي بشار وحمد الصالح. سيد الخبر لفواز سيد، فواز يتقدم الكرة معه، يهيئها أيضا لبدر حجي، بدر لفواز، شوت يا فواز، شوت جول جول، اخذ له مكان جيد سليم فواز بعد ما مرر لبدر، وبدر ايضا اعادها له مره ثانيه وبالمرمى كره ارضيه حلوه، الهدف الرابع الحلو من فواز ايضا الحلو، وهدف رابع، هدف رابع لمنتخب الكويت الوطني سجله فواز الخيط في الدقيقه 14 من زمن الشوط الثاني. شوف هذه الاعاده، شوف فواز
على طول ما تأخر فيها لما مرها على مرة ثانية أيضا بادر شوف على طول من أمام دفاع المنتخب السعودي. نعود أحبتنا من جديد في الكرة هداف. الهلال السعودي عشق الجماهير الهلالية لهذا الفريق، جيل حلو من أيام كان جيل صالح النعيمة وفهد المصيبيح وكان حسين البيشي وكان اللاعب الموهبة يوسف الثنيان، وبعدين جيل سامي الجابر، خالد التيماوي، مجموعة والله يعني بعض الأسماء كثيرة جدا. وكما تعرفون الشعب السعودي يعشق كرة القدم، يحب كرة القدم ذويق. ما ودك الآن تفارق الشاشة إذا كانت هناك مباريات في الدوري السعودي. بعض الأحيان يقولون كله تحط لنا أقوال إحنا فايزين فيها، طيب إذا خسرانين ما يصير تحطها، لا نحطها، لا عادي تفوز وتخسر أمر طبيعي في عالم كرة القدم. العربي والهلال وعندهم لاعب قال له سامي الجابر، سامي الجابر تدرون سجل جول واحد مرمى العربي أو اثنين، لا أنا أقول لكم ثلاثة نشوفها بعد. ايلت مو ناحيه اليمين وتتمرن سريعه تحت منطقه الجزاء يحاول حسن سامي جابر الشوط الأول جيل جول حلو 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 حلو. قلت الجول لازم يجي، قلت الجول لازم يجي في الشوط الأول، جيل جول في الشوط الأول. أبطال أبطال كرة حلوة وفريق لاعب كرة ممتازة. شوف 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 الله 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 العربي الكويتي وسام كرة مشاركة داخل منطقة الجزاء وبالرأس وداخل المرمى، داخل المرمى الهلالي، هدف التعادل، هدف التعادل من راس بليج. وراس بليج دائما انا كنت اقول في الشوط الاول ان الكرات اللي على اليمين خطره، الكرات اللي على اليمين خطره لما تنعكس على راس بليج وبالضبط العربي يضيف هدف على اهداف اثنين في المباراه السابقه. شوف العاده دائما الكرات المعكوسه خطره، الكرات المعكوسه خطره. سامي هي نفس التسديد بيسدد ويسدد جول جول يهيئ نفسه للتسديد جول 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 هيئ نفسه للتسديد هيئ نفسه للتسديد هيئ نفسه للتسديد ويسجل جول الجابر الجابر يسجل هدف رائع رائع للعربي. خلاص العربي خارج البطولة، العربي خلاص جول سامي الجابر سامي الجابر. الهلال بعشر لاعبين، الهلال بعشر لاعبين. شوف هي نفس التسديد هي نفس التسديد ويسدد ويسدد الله 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 جول جول الجابر يسجل او لن. نود احبتنا من جديد في برنامجكم الكره اهداف. الجهراويه لما نلتقي معاهم يقول والله انت صراحه ما انتم ناسيننا، دائما تعرضون اقوالنا، والله تستاهلون يا اهل الجهرة تستاهلون، لان فريق الجهرة على مر سنوات طويله فريق ممتع حلو اختلف خلال السنوات الاخيره، لكن كانوا في لاعبين الحقيقه مميزين عطاهم سخي فتره فترات. وصل اللاعبين المنتخب في المنتخب الكويتي 6 لاعبين من لاعبين الجهرة وكانوا يستحقون أن يصلون إلى المنتخب أنذاك. كان جيل حلو من لاعبين الجهرة. الجهرة طبعا كان للمعلومة كان اسمه فريق الشهداء الشهداء، ثم تغير فيما بعد إلى فريق الجهرة. راح نتوقف في مباراة جمعة الجهراء والصليبخات نشوفه يا بعد. حزاع نايف جابر سلامة هادي قلفيص العجمي في خط الوسط يلعب احمد جازع خالد عواد هذه كره ملعوبه داخل 18 خطره وتنحط والجول جول حلوه الحقيقه في الثواني الاولى هدف سريع للجهراء
خالد عواد، خالد عواد على ما يبدو كرة سريعة الحقيقة بأول دقيقة من المباراة في الشوط الأول. خالد عواد 16 خالد عواد على ما يبدو الهدف الأول. لين شوف البطيء، شوف البطيء، كرة تقدم لها ويحطها على يسار حارس مرمى أو في الدفاع، ملعوبة ناحية اليمين المنديل، تلعب ضويح العجمي، لعبه نوى، الله، جول جول بتحكم الحقيقة، نواف جديد بيحط له كرة تمشي على راحتها للقائم الأيسر، والهدف الثاني، والهدف الثاني، نواف جديد، نواف جديد، كرة حلوة الحقيقة تلعب على طول. شوف البطيء، شوف ضويح العجمي، شوف ضويح العجمي من جهة اليسار لاعبها بينية حلوة، وأيضا أحلى من نواف جديد اللي تقدم معدة داخل 18، وشوف رايحة يحصلها حارس المرمى ويتابعها المدافع، لكن وين داخل. نعود حبيتنا من جديد في الكرة أهداف. كاظمة من أفضل الأندية اللي مثلت الكرة الكويتية في البطولات الخارجية، أنا حكي في التسعينات تحديدا، قدموا صراحة عروض مميزة، عطاء مميز كان لفريق نادي كاظمة، حقبة جميلة. احنا لما نشيد بلاعبين ونحكي عنهم ما نعرفهم، ولكن تاريخ يسجل عطاء لاعبين مميزين في تلك المرحلة، ودائما مشاركاتهم في البطولات الأسيوية يسوون شغل، كان فريق حلو. يعني لما يلعب بدر حجي الحلابيج، ويلعب أيضا معاه فواز بخيت، ويلعب أيضا معاه يوسف الدوخي، مجموعة من اللاعبين المميزين بالإضافة لعبد العزيز الهندي وآخرين. خلونا نتوقف مباراة جمعت فريق كاظمة وفريق البحرين البحريني، ثم نعود من جديد. عبا في النص، أحمد المطيري، المطيري ينقلها إلى البصيري، أحمد البصيري، نواف الحميدان، وطبعا كل مدرب الآن عطى توجيهاته وعطى جول. ونهار السعيد برافو، نهار السعيد برافو، ما خلاني أكمل، بقول المدرب، كل مدرب عطى توجيهاته. كاظمة يبدأها في أقول دقيقة، أقل من دقيقة، دقيقة في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الأولى، شوف شوف عاد البلطي والحمد الحلوة والسعيدي على طول. البحريني حاكي غير في مكان سليم، وهذه خطرة، هذه خطرة، جول 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 للبحرين البحريني. قلت لك المباراة راح تكون مفتوحة، راح تكون مفتوحة أكثر. الحاكي، الحاكي، حاكي يصنع له كرة حلوة ناحية سلمان ويحطها داخل المرمى في الدقيقة ثلاث، في الدقيقة أربعة، في الدقيقة أربعة. هذا محمد جاسم حاول يلعبها، وهذه كرة خطرة، وهذه جول 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 علي سلمان، علي سلمان في الدقيقة سبعة، في الدقيقة سبعة من شوط المباراة الثاني، علي سلمان حلوة كرة، شوف 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 بالبطيء، شوف بالبطيء، وعلي سلمان سجل في الدقيقة 40 في الشوط الآن 6:47 دقيقتين يحتسب حكم المباراة، الوقت بدل الضايع، والعمران، والعمران ينهيها، ينهيها، ينهيها العمران في الدقيقة 47، في الدقيقة 47، الهدف الثاني 2-2، ويؤكد التأهل، ويؤكد التأهل ناصر العمران. شوف شوف مر مر مرور جيد وسليم، وفي الزاوية اليسرى لمحمد صالح، والنتيجة 2-2. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجكم بعد ما عرضنا مجموعة من الأهداف لمنتخب السعودية في مرمى منتخب مكة، وفي ذلك كانت في تصفيات كأس العالم. إن شاء الله الأهداف عجبتكم اليوم، ولقائي مع الكابتن بدر المريفع بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، ادعوا الكويت في صلاتكم، وإن الله يحفظه من كل شر، لقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة. يعني أبو نصر جدا مهمة أنا أعتقد، بس في نقطة مهمة أبو نصر، قبل كانوا يتكلمون عنها، تعرف الكبار قبل ما يحبون الولد يروح النادي وكذي، هذا
مدرب. ليش حبيت التدريب ما حبيت الإدارة؟ مهم جدا متى تتحرك في الكرة، متى تروح للكرة. ليش الأهداف تقل الآن في الدوري، في الدوريات؟ يعني بعض الأحيان تخلص دوري تلقى الأهداف في الدوري 11 هدف. احنا نفتقد الأمر هذا، يعني أن يكون في هداف أو رأس حربة صريح في منتخب الكويت وعنده غريزة تهديفية.